نبدأ بالجواب على ما يقول سي بن كيران. سي بن كيران، نحن في حزب الأصل والمعاصرة نحترموه لأن كان رئيس حكومة، وغادي نحترموه إلى الأبد لأن واحد لقطة قاد حكومة داخل المملكة ديالنا. لكن غنجاوبو كأمين العام ديال حزب العدالة والتنمية، وكانوا حاضرين معنا في المؤتمر، وتنشكرهم لأن فاش تيجيو تيأكدوا بأن هما تيحضروا الجميع اللحظات الديمقراطية ديال بلادنا، وحد الأصالة والمعاصرة حزب ديمقراطي. سي بن كيران ماشي عاد تهمنا سنوات، ولكن حنا كان موقفنا ما غاديش نجاوبو، لأن احتراما للمغاربة تنبغيوش نهبطو لمستوى النقاش، تنحاولو نهضرو على مشاريع، تنحاولو نلقاو حلول لانتظارات وتطلعات المغاربة والمغربيات اللي خاصة في هذه الظرفية تعانيو وتعانيو الكثير، والحلول ماشي دايما سهلة نلقاوها، وتنتمناو نكونوا في مستوى الانتظارات ديالهم واللي حشمنا معاهم. كاين سي بن كيران كان دار واحد التصريح وعاود اكدوا البارح بان حزب الاصاله والمعاصره حزب تاع المخدرات، وكان هو بعلمه وكان تيقولها سنوات هذه. خصوص سي بن كيران يوم يجاوبنا كحزب، اما كانوا مزايدات سياسيه، وإذا كانت مزايدات سياسية سمحها الله لهما لا هو لا الآخرين، إما كانت عنده شي معطيات ومعلومات وتنطلبوا من القضاء باش يتسلطوا ليه. هادشي اللي كاين. السؤال الثاني، علاش بدلت وجهة النظر ديالي؟ ماشي بدلت وجهة النظر، انا ما عمرني اعلنت بان غادي نسحب من حزب الاصاله والمعاصره ولا ما غنتحملش المسؤوليه. نمشي عاد وليت قياديه، انا قياديه منذ سنوات داخل الحزب، وكانوا معارك ما عمرني كنت بعيده عليهم، وبقيت من الناس اللي متشبتين وهما كثار بالحزب.